الكوتش شعيب الجمعاوي كوتش اللي بدا مساره بحال اي كوتش بالتكوين والبحث في رياضه الفيتنس، حيث انتقل لمدينه الدار البيضاء للبحث عن تكوين افضل قبل ما يقرر يرجع للجديده ويولي من اشهر المدربين بالمنطقه ديالو. معكم شعيب الجمعاوي من مدينه الجديده، والمساريه ديالي اول ما بديت على 14 عام كره القدم، واول نادي بديت فيه هو نادي الدفاع الحزني الجديدي اللي بقيت فيه حتى لسبوار، ومن لسبوار سيفطوني بريت للرجاء الجديدي بقيت فيه تقريبا شي عامين. من بعد مشيت للنادي ديال الحد ولاد فرج اللي هو لعبت فيه تقريبا شي مده ديال سنه، ومن ثم الحمد لله بديت نلعب في نوادي كثيره هنا في جديده خارج جديده. ومن بعد دخلت لابوكس، وعجبني السيد ديال لابوكس والخدمه ديالو والتوتا. ومن بعد بديت ندخل للميسكيلاسيون شويه لابوكس ميسكيلاسيون، وقلت مع راسي علاش ما ندخلش للدومين ديال الفيتنس اللي هو تقريبا الحمد لله اللي درتو مهنه. والدومين ديال الفيتنس دابا دخلت ليه تقريبا جي دابا شي سنين اللي قررت ندوز لي فورماسيون ديال الفيتنس، ودوزتهم الحمد لله، ودوزت عند لي بروف اللي هما تبارك الله في المستوى. بديت بلي صار احياء شعبيه والحمد لله ولا عندي اقبال كثير والناس ولاو يعرفوني، ومن ثم قلت علاش ما نمشيش اللي صار لي هما معروفين في جديده. والحمد لله مشيت ليهم وخدمت معاهم وتعرفت هنا في جديده مزيان. من بعد مشيت للكازا لان باش نديفلوبي راسي باش ندوز لي فورماسيون اللي هما مزيانين، والحمد لله دوزت لي فورماسيون منهم لي سميز، ودوزت فورماسيون بودي بامب بودي كومبا بودي اتاك. والحمد لله بديت نخدم في لي سال تما في كازا وديفلوبيت راسي مزيان، وخدموا معايا ناس اللي هما عاونوني الحمد لله تنشكرهم، وتنشكر حتى الوالده ديالي من حتى هي الحمد لله عاونتني بزاف. وهي هذيك من تما بقيت خدام تقريبا 3 سنين تما في كازا. ابخي عاد باش هبطت ثاني جديده رجعت لجديده، الحمد لله رجعت لجديده. ومني رجعت لجديده لقيت راسي اني نديفلوبي مزيان، وجيت خدمت في لي صال هنا في جديده، والحمد لله عندي اقبال هنا في جديده اكثر من كازا. لحقاش هنا انا ولد البلاد وتعرفوني الناس ديال البلاد، والحمد لله من تما المسيره ديالي غاده. اللي شجعني اكثر هي هما والديا، حيت شافوني تندير سبور بزاف وشافوني مهتم بالسبور، وبداو تيقولوا لي علاش ما تمشيش تبدا دير لي فورماسيون ديال سبور، علاش ما ديرش هادي، علاش ما ديرش هادي. والحمد لله تبعت انا هذاك الشيء، وملي مشيت لدومين ديال سبور لقيت الناس اللي هما وصلوني الحمد لله. بالنسبه لي كور اللي تندير متخصص فيهم هو البودي بامب ار بي ام، لي كور فري ستايل، لي كور رونفو، لي كور زين. مثلا بحال كور ديال البودي بامب سان رونفورسمون ميسكيلر جينيرال اللي هو تيخدم شو لي كور، تيخدم من اشوفمون سكوات بواترين دودو البيسيبس تريسيبس لي فونت ايزيبول لي زابدو. وبالنسبه للناس اللي هما باغيين يكونوا يعني كونديسيون فيزيك تكون عندهم عاليه يخدموا البودي بام سواء الار بي ام سواء البودي بام. اكثريه ديال الناس تنصحهم بلي كور بامي سكيلاسيون، الناس اللي هما مرض ولا شي حاجه ولا عندهم شي مشكل في لودو ولا في لي جونو ما يديرش لي كور. يقدر حيت كاين هما تنديرو لي كور بان بحال دابا مثلا بودي باب ما فيش اوبسيون
ار بي ام يقدر يديرها، مي واحد الا كان ضعف وضعف ولادها راه حنا تنطاوم لوبسيون ديالها. بالنسبه لكاين لي كور رونفورسمون مسكولار راه تقدر ديرهم 100 فوا، سوا بوا 100 فوا، ولا على حسب الا كان مريض ولا كان ماشي مريض ولا كان ما كان عنده حتى شي اعاقه ولا شي حاجه. لي كور اللي كاين عليهم اقبال هو ار بي ام، والثاني هو البودي بامب، حيت الار بي ام تخدم لا بارتي انفيريور كامله، تخدم لا سونتر ابدومينال واكثرية جالس فوق الفيلو تجيهم ساهله. بالنسبه للبودي بامب يعني تعطيك اوبجيكتيف تقريبا في 3 موا ولا 2 موا على حسب لي كليون اللي غادي يجي عندك. الا ما كان لا مريض لا والو، ما ضعف ولا ضعف ولا شي حاجه، راه يقدر يشارجي. اكثر المشاكل هو اللومبير، اما تلقاي عنده ليرني ديسكال، اما تلقاي عنده لاكتروز ولا عنده لاكتروز مثلا في لي زيبول، سواء في لي زيبول سواء في هذا في لي جون. بحال هاد الحالات تقريبا تنخدموا معاهم اللي هو كوتشين بيرسونال، يعني تخدم معاه بوحدو حيت ما يقدرش هذاك يدخل الكور ولا يدخل من غير الكور ديال لاكور. يقدر يدير بيسين لاكوا، سواء يقدر يخدم رونفورسمون مسكيلور، مي عاد هي تكون ما بينه وبين، ما يكونش داك الشيء بزاف لا شارج عليه بزاف. اخطاء الناس اللي تيديروا بزاف هما انهم تيجيو ما تيسولوش الكوتش، تيجي تيبقى يتريني، اما تيجي تيدخل الكور وانت ما عارفوش انه مريض، ولا تيجي تيبقى خدام بلا ما يسول الكوتش، انه تيدير شي دو موفمون اللي هما ماشي كوريكت. بالنسبه للعلاقه ما بين الكوتش وما بين الكليون، خصها تكون متقاربه بزاف، يعني يكون الشخص انه يكون محبوب اول حاجه، ويكون متواضع ويحاول يهضر مع داك الكليون ويقول ليه شنو كاين. يقدر يكون حتى هو مسكين يعني ستريسي، جاي مسكين من الدار عنده مشاكل ديالو، جاي لاصال باش يحيد داك ستريس، وحنا تنحاولوا نحيدوا ليه داك ستريس ديالو. ان فوا تيدخل عندك الكور راه مع الموسيقى الموتيفاسيون انيماسيون ديال الكور وتو سا، تيولي راه تيخرج من لاصال، تيخرج يعني ما في يعني ما كاين عنده شي بحال ما كاين والو الحمد لله، و يعني تبقى تاكر تويا مره مره تدوش وياه تضحك وياه. بالنسبه للنظام الغذائي، ما انا تنفضل الكوتش ماشي هو اللي يعطي النظام الغذائي، حيت كاين طبيب هو اللي خاص بالنظام الغذائي، هادشي اللي تنتفادى. يعني شي كوتش يعطي النظام الغذائي انه لي كليون يعني ميتابوليزم ما عارفاش كيديرها، ما عارفش بزاف د الحوايج، يعني دونك من الاحسن يتفادى هاد المرحله، يعني يقدر يسبب ليه في بزاف ديال الامراض. في نصيحتي للناس اللي ما تيديروش الرياضه، خصهم ما عرفتش كيفاش يدوز عندهم النهار ديالهم، ممل بزاف، تتلقى عيان، تقول ليه يلاه نتمشى وما يبغيش يتمشى، يعني اللي شي ديال الرياضه تيولي اكتيف، تيولي ها هو هنا ها هو هنا، يعني يقدر يمشي معاك ماشي مشكل، يعني يقدر يتمشى شويه بديلات الا ما كانش يتريني. دونك من الاحسن سبور، ماشي خصو تيمشي عند الطبيب عاد باش يقول لي خاصك تمشي دير سبور وكذا، عاد يجي عند الكوتش وانا باغي ندير سبور، يعني من الاحسن يبداها قبل ما تبداها. اختاريت هاد الرياضه حيت هي ثقافة الحياة، كتحافظ على الصحة ديالك، كتبقى ديما رشيق. بالنسبة ليا شعيب عاوننا بزاف، هو من أحسن لي كوتش، ديما كيستقبلنا تبارك الله ديما بابتسامة، وكيعاونونا إلا كنا كنديرو شي حاجة خاطئة، وكيشجعنا ديما، كيزيد يحبك في هاد الرياضة. الحمد لله الوضع الرياضي في المغرب انه الناس ولات عندها قابليه على سبور، ولات الناس باغا دير سبور، الحمد لله ولاو لي صال تيتبناو،
اللي هما بروفيسيونيل في المغرب كامل، والحمد لله يعني على ما عرفتش انا على المده اللي دوزت قبل ما كانوش لي صار اللي هما بروفيسيونيل. دابا الحمد لله ولا كل شيء، دونك علاش اللي مالا المغاربه علاش كاملين ما يجوش يبداو يديروا سبور؟ بالنسبه للوضعيه ديال لي كوش الحمد لله لي كوش يعني ولاو تيتافونسا ولاو تيقلبوا على لي فورماسيون، يعني ولاو لي كوش اللي هما بروفيسيونيل الحمد لله. واما الوضعيه ديال لي كوتش كل على حسب الكوتش كل واحد، وكاين اللي صار لهم تيعطيو له صالير شويه هابط، كاين اللي صار لهم تيعطوك صالير على حسب النيفو ديالك كيف داير. الا كان النيفو ديالك انك بروفيسيونيل شي تخدم زوين عندك قابليه على الناس، يعني الناس باغينك، يعني باش تكون مزيان. كاين واحد فئه اخرى اللي تتعاني من التغطيه الصحيه، وكاين يعني كاين اللي تيوقع عليه مشاكل كثيره انه تيمرض ولا تيتوحش في لي جونو ديالو ولا هذا، دونك غادي يريح دوك ما عنده لا سان اس اس، ما عنده والو، يعني تيخدم في النوار، دونك هذاك ما عنده حتى شي حاجه اخرى، يمكن عنده غير هذاك الدومين اللي خدام فيه، دونك بحال هذا ما غيستافد حتى شي حاجه. اختاريت ندير الرياضة، المهم الرياضة بجينا من الطفولة، بجينا كنبداو في لي صال هكا نديرو بوكس كاراتي فو كونتاكت. ابخي شفنا هاد الرياضة بلا تكون ستيل دو في ديالنا، لا هي ستيل دو في ديالنا، كنخويو فيها هذيك الطاقة السلبية وهذا شعيب عرفت عليه هو صديق تبارك الله عنده ما يقول في السبور وفي الكوتشينغ بيرسونيل بارك الله عليه عنده ما يقول، وتنتمنى له التوفيق والنجاح. الطموح ديالي هو انني نكون من لي كوتش انترناسيونال، ولما لا نكون انا فورماتور تنفورمي لي كوتش ديال المغرب، وما كرهتش انا لي كوتش ديال المغرب كاملين يتفقوا ويديروا واحد الاكاديميه خاصه اللي هما دايرين بحال لي سميز تقريبا، واذا كانت هذه انا من الاحسن، حيت حنا محتاجين يكون شي فورماتور اللي هو بروفيسيونيل يكون مغربي.